يدخل الأهلي لقاء قويا أمام الإسماعيلي في 8:30 من مساء اليوم على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 18 للدوري المصري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المرتبة 13 ولديه 34 نقطة، ويسعى الأهلي إلى الفوز للاقتراب أكثر من حسم اللقب، بينما يتطلع الإسماعيلي إلى نقاط المباراة 3 للابتعاد بشكل كبير عن منطقة الهبوط.